بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب العالمين. بإذن الله تعالى هنتكلم اليوم على الكلينيكال أو الأبلايد أناتومي of the base of the skull أو الكافيرنس ساينس أو البيتيوتري جلاند. الصورة اللي قدامنا دلوقتي فيها البيتيوتري جلاند قدامنا هي الكافيرنس ساينس، الاسفينويدال ساينسز، وهنشوف ايه اللي بيحصل كابلايد اناتومي في المنطقة المهمة الخطيرة اللي قدامنا دي. يلا بينا ونركز مع بعض. في موضوع زي ده هنتكلم على السلة تيرسيكا، دورال بارتيشن، اناتومي اوف كافيرنس ساينس، ابلايد اناتومي اوف كافيرنس ساينس، الاستراكشر ريليتد للبيتيوتري جلاند، البلاد سبلاي بتاع البيتيوتري جلاند، الابلايد اناتومي اوف ذا بيتيوتري جلاند. يلا بينا. السلة تيرسيكا اللي احنا شايفينها قدامنا ديت سد اللايك بون، سد اللايك بون فورميشن على الابر سيرفيس اوف بودي اوف اسفينويد، على الابر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا اسفينويد اللي هي المنطقه دي اللي احنا بنسميها السله تيرسيكا. سراوندد باي انتيرور اند بوستيرور كولونويد بروسيس. طيب يبقى انا دلوقتي انتيرور كولونويد بروسيس وبوستيرو كولونويد بروسيس، ادي البوستيرو كولونويد بروسيس وهنا كده الانتيرو كولونويد بروسيس. السله تيرسيكا بتتكون من ثلاثه بارتس، تيوبركلم سيلي، هايبوفيزيا الفصه، دورسم سيلي. التيوبركلم سيلي اهي وصفها ميديان الليفيجن forming posterior boundaries of a pre-chiasmatic sulcus. هنا كده pre-chiasmatic sulcus اهو في المنطقة دي كده. And anterior boundaries of hypophyseal fossa. يعني هي بين pre-chiasmatic sulcus التوبيركلم سيلا هي والهايبوفيزيال فوسا. طب الهايبوفيزيا الفصة او البيتيوتري فصة ميديان ديبريشن في البودي اوف سفونويد. يا سلام، ميديان ديبريشن للبودي اوف سفونويد اكوميديت مكيفة للبيتيوتري جلاند. تمام الكلام. الدورسم سيلي اللي هي بنقول سكوير بليت اوف بون بروجيكتنج سوبيريور from body of sphenoid وبتكون البوستيرور باوندرز بتاع التيوبركلم سيل. اتس عندنا هنا في سوبيرو لاترال انجل، سوبيرو لاترال انجل بتاع دورسم سيلي موجود البوستيرور كولونويد بروسيس. ماشي. على الجنبين بقى في اتش سايد اوف السفنويد، ماشي، فور فورامينا موجودين في الروت اوف جريتر وينج اوف السفنويد فوق ايفو سفنويد بون
ادي الفورفورة منها. نمرة واحد ادي اول واحد اهو بنسميه سوبير اوربيتال فيشر. ادي سوبير اوربيتال فيشر. سوبير اوربيتال فيشر. نمرة اتنين. نمرة اتنين موجود. ماشي الفورامينا يبقى دي سوبير اوربيتال فيشر. فورامين روتاندم. فورامين روتاندم او راوند فورامين. وبعد كده فورامين اوفال. ادي الفورامين اوفال. فورامين اوفال. وبعد كده فورامين اسباينوزم. ادي اوفال وادي اسباينوزم وادي سوبر اوربيتال فيشر. يلا يا شباب يلا يا شباب. الكافيرنس ساينس بقى موجوده فين؟ الكافيرنس ساينس موجوده فين؟ اهي اون اوتش سايد اوف بيتوتري جلاند. هنا كده في المنطقه دي اون اتش سايد اوف بيتوتري جلاند الكافيرنس ساينس. بتمتد منين؟ من السوبير اوربيتال فيشر اهو سوبير اوربيتال فيشر للابكس. هنا كده الابكس اوف بيترس بارت بيترس تمبورال بون سوبيريور. يبقى انا عند انتيرور هنا سوبير اوربيتال فيشر بوستيرور. ماشي بيترس تمبورال بون. ادي الانتيرور والسوبير الانتيرور والبوستيرور. الكافيرنس ساينس في استراكشر موجوده جواها ومهمه جدا. ماشي انترنال كاروتيد ارتر اهو ما انساهوش. باسنج ثرو كافيرنس ساينس اهو انترنال كاروتيد ارتري وابلوسنت نير. طيب على اللاترال سايد بتاعها موجود عندي اربع حاجات. ايه هم؟ ادي اكيولوموتر نير. اكيولوموتر نير على اللاترال سايد. تروكيولار نير على اللاترال سايد. اوفسالميك نير على اللاترال سايد. ماكسيلاري نير على اللاترال سايد. يبقى كم نيرف موجود؟ اكيولوموتر تروكيولار اوفسالميك وماكسيلاري. لكن جواها حاجتين اتنين باسنج ثرو انترنال كاروتيد ارتري وابديوسنت نير. يبقى احنا كده بنتكلم في كام نيرف؟ خمسه نيرفز وارتري واحد. الارتري اللي هو الانترنال كاروتيد باسنج ثرو والابديوسنت باسنج ثرو. انما اللاترال سايد كده بالترتيب من فوق لتحت اوكيولوموتور تروكيولار اوفسالميك ديفيجن اوف ترانجيمينال نيرف ماكسيلاري ديفيجن اوف ترانجيمينال نيرف. يا سلام. يبقى انا عندي هنا الترانجيمينال سابلي اثنين له اوفسالميك ديفيجن اوف ترانجيمينال نيرف وماكسيلاري ديفيجن اوف ترانجيمينال نيرف وسيبنا من مانديبولا. لكن هنا عندي كم نيرف موجود؟ اوكيولوموتور تروكيولار اوفسالميك ديفيجن اوف ترانجيمينال نيرف ماكسيلاري ديفيجن اوف ترانجيمينال نيرف. وخش على نمره سته. ماشي نمره سته موجود جواها وباصص خلالها اللي هو الابيوسنت نيرف وفي انترنال كاروتيد ايه ارتري جواها. حكايه ايه بلسيتنج اوكسوف سالموس ديت؟ عندنا في الفراكشر بيز اوف ذا سكال ما يحصل فراكشر بيز الانترنال كاروتيد ارتري رابشر. هيحصل له رابشر داخل الكافيرنس ساينس وهيزود الارتيريال بلاد للكافيرنس ساينس. لما يرابشر هيزود الايه الارتيريال بلاد للكافيرنس ساينس. وبعد كده هيعمل ايه كرييت ابنورمال فليكس اوف بلاد فروم كافيرنس ساينس انتو اوف سالميك فين. لما عمل ريفلكس للبلاد من الكافيرنس ساينس اوف سالميك فين هيديني الايه الاي بروترود. هيحصل كحوز للعين انجورشد مخنوقه
and pulsating in synchrony كوني with radial pulsation. بنسميه ايه؟ pulsating of exothermal. ان شاء الله مفهومه؟ يلا. الكونكشن بتاع الكافيرنا الساينس جبناه في المنظر الجميل. الكونكشن اوف كافيرنا الساينس عند تريبيوتريز عند درينج عند كوميونيكيشن. تريبيوتريز ايه اللي هيجيلها؟ تريبيوتريز بتاعتها سوبيرور اوف سالميك فين، انفيرور اوف سالميك فين، اسفيرو بارايتال ساينس، سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين، انفيرور سيريبرال فين، وتحفظهم وتخليك لماح. بعد كده الدرينج بتاعتها يبقى لها تريبيوتريز. عند كده درينج سوبيرور بتروزال ساينس وانفيرور بتروزال ساينس. ادي الدرينج بتاعها اتصرف للاثنين دول السوبيرور والانفيرور بتروزال ساينس. الكوميونيكيشن بتاعتها عندنا هنا انتر كافيرنال ساينس انتيرور وميدل وانفيرور. وبعد كده الكوميونيكيشن بتاعتها الاميشن فين؟ دوتروجيك فينوس بلكسس ان فرنجيال بلكسس. الكوميونيكيشن نخلي بالنا من الاميشن فين متصله بالايه؟ تروجيك فينوس بلكسس والفرنجيال بلكسس. يلا يا شباب، يلا يا شباب، خش على البيتيوتري جلاند ماشي. ونقول ان البيتيوتري جلاند قبل ما نتكلم على الابلايد اناتو بناخد فكره سريعه عنها. مصر اوف اندوكراين حوالي 1 سم ان ديامتر، سمول اوفال ان شيب ماشي. وادي الصوره بتاعتها الجميله هي البيتيوتري. وادي البيتيوتري موجوده فين؟ في الميدل كرينيال فوس. ادي الميدل كرينيال فوس في الهايبوفيزيال فوسة بروتكتد بوزيشن ان سيلا تيرسيكا هايبوفيزيال فوسة بودوفسفونويد. يلا يا شباب ماشي، سيلا تيرسيكا قدامنا ادي. بعد كده هنقول الريليشن بتاعت الايه البيتوتري جلاند اللي احنا شايفينها قدامنا. في عندي هنا ديافراجما سيلي، يا ديافراجما سيلي، ادي ديافراجما سيلي اللي هي بتنزل بتحط بها ديت ماشي. ادي سوبيرور انفيرور عن اسفينويدال اير ساينس لاترال الكافيرنس ساينس ماشي. ادي اللي احنا بنقول عليه ديافراجما سيلي، ادي اسفينويدال اير ساينس، ادي الكافيرنس ساينس. البلاد سبلاي بتاعتها جنب منها الانترنال كاروتيد ارتري هيدينا السوبيرور والانفيرور هايبوفيزيال ارتري ماشي. وهايبوفيزيال فين هتروح؟ هايبوفيزيال فين هتروح؟ فين الادرين؟ فين هايبوفيزيال؟ ايه الكافيرنس ساينس. يلا يا شباب هنخش هنا بقى نتكلم على الابلايد انتو بتاع الكافيرنس ساينس. هتجي لها حاله بقى كافيرنس ساينس رومبوس، هيجي لها عيان 52 years old lady with dental caries ماشي، تجاير في الاسنان وبرزيسنت روت ابسس، وعنده ابسس في سنته. بريزنتد امرجنسي ديبارتمنت للطوارئ عندنا. بعد كده والسيفير، سيفير يوني لاتر سروبنج هيد، ادي اول حاجه اول عرض يوني لاتر سروبنج هيد. دبل افيجن، يا سلام. لوف اوف سنسيشن اوفر ابر فيس، سنسيشن اوفر ذا ابر فيس. بري اوربيتال سويلنج، كل ديت لها اسباب بين اون رايت سايد. يبقى جالب الاعراض ديت كلها عشان ادرس حاله زي ديت. عندي ادرس الدايجنوزس بتاعها اول حاجه شخصناها كافيرنس ساينس رومبوزس. طب الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكافيرنس ساينس رومبوزس هيبقى عندي ميجرين هيدك، دي الديفرنشال دايجنوزس، ميجرين هيدك اوربيتال سيلولايتس. السؤال الثاني ايه يعني ايه؟ وات از ذا كافيرنس ساينس سيرمبوزس؟ هنقول كافيرنس ساينس سيرمبوزس عباره عن سيرمبوزس او كلوت فورميشن ان ذا كافيرنس ساينس، كلوت فورميشن ان ذا كافيرنس ساينس، كلوت فورميشن او سيرمبوزس ان ذا كافيرنس ساينس. ريزلتنج فروم، جايه منين؟ سبريد اوف انفكشن، انفكشن جايه اهو. بنقول نخلي بالنا انفكشن من النوز والبارانيزال ساينس والتونسل والتوث. يبقى نخلي بالنا النوز والبارانيزال ساينسز ماشي والتونسل والتوث نخاف منهم قوي لان هم هاي موربيديتي، هاي موربيديتي.
هاي موربيديتي وبعد كده ريزيديوال فيجوال امبيرمنت يعني النظر يروح فيهم والكرينيال نيرفز اللي موجوده اللي احنا شفناهم بيحصل فيهم مشاكل. دي معلومه ذهبيه خلي بالك منها، خلي بالك من سنانك، خلي بالك من اللوز، خلي بالك من الجيوب الانفيه، خلي بالك من انفك، يحصل لك سبريد انفكشن تدينا كافيرنس ساينس ثرومبوز، بتبقى هاي موربيديتي هاي موربيديتي هاي موربيديتي وهي ترويد النظر ريزيديوال فيجوال امبيرمنت والكرينال نيرفز ديفيسيت. السؤال الثاني الفين كونكتد ويز كافيرنس ساينس، طب ما انا قلتها في الحاجات اللي فاتت دي، يبقى انا عارف ان الفينز كونكتد ويز كافيرنس ساينس ريسيف ماشي سوبير اند انفيرو اوبسالميك فين، خلي بالك من عينك ماشي سنتر ريتنا الفين وزريتنا، خلي بالك من المنينجيال فين، خلي بالك من تيروجويد فين، اسبليكسس فيا ايميشري فين، وراجع الشريحه اللي فاتت ماشي. نخلي بالنا ان الكافيرنس ساينس ريسيف بلاد فروم برين ثرو سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين، خلي بالنا برضو ما قلناها درين هيحصل لها درين انتو سيجمويد ساينس فيا خلال ايه سوبيرو بتروزال ساينس، وهيحصل درين انترنال جاجولار فين فيا انفيرو بتروزال ساينس. خلي بالك من الحاجات ديت معلومه ذهبيه. يلا بينا سؤال الرابع بيقول لنا ايه الاناتوميكال بيزس للسيمتومز، اناتوميكال بيزس للسيمتوم اللي هي جايه بالعيان، يعني العيان جاي اللي بايدك سببه ايه؟ منينجل اريتيشن. العيان جاي لمعلومه ذهبيه، العيان جاي للسويلنج وبري اوربيتال ايديما، عشان ايه؟ السويلنج والبري اوربيتال ايديما سببهم ايه؟ فينس كونزيشن اوف اوبسالميك فين، معلومه ذهبيه ثانيه. فيجوال امبيرمنت ماشي نتيجه البابيليريما والريتينال هيموريج عشان للريتينال كونجيشن، معلومه ذهبيه خلي بالك منها. اذر سيمتوم للكافيرنس ساينس ثرومبوزس اكوير كلوز كلوز ريليشن شيب العلاقه، اي سيمتوم ثانيه هتديني علاقه بالكافيرنس ساينس لان موجود على اللاترال بتاعتها سير والفورس والفيفس والاوبسالميك والماكسيلير ديفيجن والسكس كرينيال نيرف ان لاترال وول ان ذا كافيرنس ساينس، وراجع الايه الريليشن بتاع اللاترال بتاع الكافيرنس ساينس والاستراكشر بس سرقت. طب البين واللوس اوف سنسيشن والابر بارت اوف ذا فيس ايه اللي بيحصل؟ هيحصل ستريتشنج وبريشر من الاوبسالميك والماكسيلير ديفيجن اوف من النيرف. طب الدبل فيجن شفت يا اولاد الاناتومي يا اولاد الدبلوبيا نتيجه بيرزيستنت ماشي بيرزيست دي تو دبلوبيا دبل فيجن دبل فيجن عشان ايه؟ انفولفمنت السكس كرينيال نيرف. يلا يا شباب يلا يا شباب هنخش بعد كده خدنا حاله كده على الكافيرنس ساينس، طب ما تيجي ناخد حاله على البيتيوتري بيتيوتري ادينوم بيتيوتري ادينوم هيجي لها عيان ماشي 28 اولد ان ماريد وومن بريزنتد ويز هيستوري اوف امينوريا لاك اوف منستريشن اسبسونيوس سكريشن اوف ميلك فروم ذا بريست فور باست يير العام اللي فات ريبورتد ايه ريسنت اونست هيدك هيدك ماشي فيجوال ديسيربنس يا هيدك فيجوال ديسيربنس تيستنج ماشي شفنا بقى تيستنج اوف فيجوال ايه فيلم شفنا الفيجوال فيلم ريفيلد ايه باي تمبورال هيمانوبيا يا سلام انا اول حاجه باي تمبورال هيمانوبيا لوس اوف تمبورال فيلد اوف فيجن يا سلام ادينوما يعني كومبريجن كومبريجن على الكرينيال نيرفز اللي هم بتوع الاي كمبيوترايز سي دي قالوا ان هو لارج بيتوتري ادينوما. طب حاله زي ديت بقى بتوع الاناتومي يشتغلوا فيها ازاي ويتعلموا فيها ازاي، ودي اللي احنا بنقول الابلايد اناتومي اللي عايزين ما ننساهوش. اول سؤال why does patient experience visual disturbance ماشي في visual disturbance اللارج بيتوتري ادينوما اللي احنا في قلنا في الريليشن بتاعتها كومبريزد على الاوبتيك كيازما انتيريور
يبقى الانتيرو بتاع اوبتيك كيس ما هتضغط عليه ديستيرب النيزل فايبر، هتلخبط النيزل فايبر اللي موجود في الاوبتيك كيس، ما في تمبورال فايبر وفي نيزل فايبر، ضغطت على النيزل فايبر فرمزنت ادي اللي سببتنا باي باي تمبورال هيما انوبلي. السؤال الثاني، What is cell type could be this tumor be composed of? طيب السيل تايب هنقول الهيسترو سجستن سجستد برولاكتين سكريشن تيومر، برولاكتين سكريشن سكريتنج تيومر، برولاكتين سكريتنج تيومر اللي هي برولاكتين نوما، برولاكتين نوما الكوزز بتاعتها ذس كوز بقى برولاكتين نوما هنقول ايه؟ سكريشن اوف بريست ميلك اوف نون لاكتيتنج وومن جالاكتوريا هاي كونتنت اوف برولاكتين، هيزيد البرولاكتين في السيركوليتنج بلان وتعمل سبريشن للايه؟ للمينستريال سايكل تدينا امينوريا ودي تديني ان اوفيرال سايكل ليدنج تو انفيرتيليتي. يلا يا شباب السؤال الثالث اللي بيجي لنا في البيتيتور ادينوما، اذر تيومر وبيتيتور ادينوما، في اذر كومن هرمون سكريتنج تيومر، هرمون سكريتنج تيومرز زي سوماتوتروفيك ادينوما، ادي سوماتوتروفيك ادينوما، سوماتوتروفيك ادينوما سكريت جروس هرمون كورتيكوتروفيك ادينوما، السوماتوتروفيك ادينوما هتدينا ايه؟ سكريت الجروس هرمون، كورتيكوتروفيك ادينوما سكريت ادرينو كورتيكوتروفين، جونادوتروفيك ادينوما دي اذر تايبس من البيتيوتر ادينوما، هو جونادوتروفيك ادينوما سكريت فولكل ستيميليتنج هرمون اور نيوترنايزنج هرمون، دي حاجات تانية اخرى بتطلع وتدينا الادينوما، سميناها ايه؟ سوماتو تروفيك ادينوما ادي دي طلعت الجروس هرمون، كورتوكو تروفيك ادينوما طلعت الادرينو كورتيكو تروفيك ادرينو كورتيكو تروفين ماشي، والجونادو تروفيك ادينوما ادتنا ايه؟ فوليكل ستيميوليتنج هرمون اور نيوترنايزنج هرمون. بعد كده السؤال الرابع اللي قدامنا، ازاي نعالج الايه؟ الادينوما ديت البيتيتور ادينوما، موست اوف تيومر ريزولف ان ميد ويز ميديسن، يعني مع العلاج بتعمل، مع العلاج خلاص بترجع لطبيعتها، يبقى موست ماشي تيومر ريزولف ويز ميديسن، اثر غير ما ينفعش الميديسن كان بي تريتد ويز سيرجري، كان بي تريتد ويز سيرجري خلال ايه؟ اندونيزال ترانس اسفينويدال ابروتش تو بيتيوتري از كومن يوز، اندو دخلنا في النوز، ترانس اسفينويدال مرانا بالاسفينويد بون ابروتش تو بيتيوتري از كومن يوز. يلا يا شباب، يلا يا شباب، بعد كده هنتكلم برضو كفيرن ساينس والحاجات ديت، هنتكلم على الانترا كرينيال هيموريج اللي هو ابيدورال سب ديوري، الانترا كرينيال هيموريج هنتكلم عنها وهنتكلم على السب ديورال والابيدورال هيماتوماس هيماتوماس ماشي. هتجيلنا حاله بالاتي، 23 يد اول زمان سستند هيدك انجري هيد انجري ان رود ترافيك اكسيدنت He was conscious. ماشي؟ فايق لمدة بسيطة وبعد كده دخل في لابس ماشي ودخل في كوما. ايه اللي suspected بقى؟ Having intracranial hemorrhage. Suspect intracranial hemorrhage. الانتراكرينال هيموريج نقسمه لأربع أنواع. يا إما نركز يا أولاد. الانتراكرينال هيموريج. نركز؟ اكسرا ديورر وأعرف سببه. سب ديورر وأعرف سببه. سب اركنويد وهعرف سببه، انترا سيريبرال، يبقى انا عندي اربع انواع دلوقتي ماشي، اكسترا ديورال سب ديورال سب اركنويد انترا سيريبرال تمام. المعلومه اللي انا عايز اعرفها نوليدج اوف اناتومي، النوليدج بتاعتنا في الاناتومي معرفتنا في الاناتومي عشان نحدد الفيزلز ايه اللي هي سورس اوف بليدنج. طب الاكسترا ديورال
عندي اكسترا ديورال وسب ديورال وسب اركنويد هيموريج. ناخد واحد واحد. اكسترا ديورال هيموريج مننجيال فيزلز، سب ديورال هيموريج بيردنجين فين، بيردنج فينز از تراي ران فروم سب اركنويد سبيس تو سوبيرور ساجيتال ساينس. يبقى انا عندي دلوقتي سب اركنويد هيموريج بتديني سيربرال هيموريج. يبقى انا عايز اعرف لو اكسترا ديورال هيموريج من انجيال فيزلز، سب ديورال هيموريج بيردنج فينز فروم سب اركنويد سبيس تو سوبيرور ساجيتال ساينس، سب اركنويد هيموريج اللي هي سيربرال فيزلز. يلا يا شباب. طيب مع الوقت بقى وست تايم بلاد فروم رابشر كولكت وتدينا هيماتوما، وتدينا ايه هيماتوما. عندنا بقى ابيديورال هيماتوما ماشي فورمد باي، عندنا الهيماتوما ابيديورال هيماتوما فورمد باي هايبريجر ارتيريال بلاد كابيلاري فيلينج سبيس بتوين الديورا ماتر اند بون. على السي تي هنشوف ايه شارب لايك باي كونفكس سيلينس and are confined to area bound by suture as dura firmly adherent to the bone at suture and does not sever it easily. لو الديورا ماتر is torn the bleeding from extra dural vessel can spread into subdural space. A subarachnoid, a subdural hemorrhage result from slowly developing brain compression and unconscious former by venous blood lie between dura and arachnoid butter. على CT they are crescent shaped and follow contour of the brain. نخش بقى على congenital anomalies برضو ماشي بتاع البيتيوتري gland أبليزيا ضمن الأبليد أناتومي بنحطها كده أبليزيا أور هايبوبليزيا due to failure of development anterior role of bowish أو الجلاند ill defined and hypofunction. هذا أول حاجة من الكونجنتال أنوميلي. بعد كده فرنجل بيتوتري جلاند، فرنجل بيتوتري جلاند عشان failure of separation from floor of mouth accessory mass of anterior loop of tissue in roof of primitive فالنج. شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.